طب انت شايفه انك خدتي حقك يعني في وسط جيلك؟ انا ما عملتش المجهود اللي وصلني الحق. ليه بقى؟ لان انا بيتوتيه برضه، يعني انا كان احب البيت قوي والاسره كانت حاجه مهمه في حياتي بس انت ما يعني وانا مش اجتماعيه قوي يعني وكسوله قاتله يعني. طب ما بتجيش النهارده لو الزمن رجع بيكي ممكن تغيري ده او تغيري من شخصيتك علشان تاخدي حقك او تاخدي اللي شايفه انك تستحقي؟ انا شايفه ان انا واخده حقي بطريقتي. اللي هي ان انت عملت اعمال للتاريخ يعني. انا معتبره عندك اعمال على يتربى في عزه، الضوء الشارد، خلطبي والدير، خاتم سليمان. عندي حاجات هتفضل تتعرض 100 سنه. بس ابو العروسه اهو ضربت معاه يعني. قصدي في نجاحات في حياتك. مسرح الحمد لله يا رب، برضو عملت حاجات كتير حلوه جدا. فقصدي اقول لك ان انا راضي، انا كائن راضي يعني. انا مبسوط كده. انا مبسوط. انا يمكن عندي صراع دائما، هو انا ممثله المفروض ان انا اروح امثل وخلاص كده، ولا انا ممثله لازم اجامل واعمل واسوي وي 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 وي. فوصلت لحاله ان انا يا جماعه انا مش عايزه شهره، انا عايزه استمتع، انا عايزه اتبسط بس. انت مش محتاجه شهره، انت أيوة. فريد شوقي خلاص، لو ما مثلتيش برضه هيرجع فريد شوقي خلاص. ايوه يعني. من وانا طفله يعني طبعا مش محتاجاه، وخصوصا كان شعرنا طويل الموضوع خلصان يعني خلاص رانيا فريد شوقي خلاص مش محتاجه. بس لكن قصدي اقول ان انا في النهايه انا عايزه ايه؟ انا عايزه اتبسط، بدليل ان انا بختار قوي الحاجات اللي انا بعملها على قد ما اقدر. مش هقول ان كله بيرفكت، بس بختار يعني، بحاول اجيد في الاختيار. عرفت انك بتعرفي تطبخي كويس؟ وتامر جوزك ضحكتي عليه برز بلبن؟ وفي الكورونا وزنه زاد؟ يعني قصدي الكورونا، ان فتره الكورونا دي احنا ما كناش حاجه غير بناكل، واعتقد ودي ده غلط بقى يعني. انا مش حاجه حلوه زي ايام الثوره. بنعمل ايه؟ ما بناكل. هو التعبير عن قعده البيت الاكل. فكنا عندي طبخ فين بقى دي بعد الكيكه اللي كنت بتدمري بيها جيل العمالقه دي؟ اتعلمتيه ازاي؟ امي شاطره شاطره في الاكل غير طبيعيه. ما برضو بابا كان مشكلته مع ماما الحلويات، الرز بلبن والبقلاوه، ويعني ماما برضه بتحب الحاجات دي. بابا ما كانش اكيل بس لكن الحلو يضعف قصاده جدا. فتعلمتي الطبخ فابهرتي. لا وبحب اخش كمان على النت واطلع طرق جديده، وليا لمساتي بقى. عارف انت الفنان ده لما يقعد يقول الله، طب انا لو جربت ده وعملت ده ايه اللي يحصل؟ فهم يحصل لهم هم ايه يعني؟ لا بيتبسطوا جدا. طب بعد ما جيتي في فتره كنت بداتي تمثلي وبداتي تبقي موجوده، اتجوزتي، خلفتي او حملتي، جبتي اول بنت، احساسك اختلف ازاي يعني؟ انا قعدت 3 سنين حامل. ثلاث سنين حامل فريده. وبعدين كنت حامل في توأم وربنا ما قردش وملوكه، فقعدتي خدتيهم ورا بعض. وده عطلني طبعا 3 سنين ده بس حمل وولاده بس عندي بالدنيا يعني. اتغير ايه بقى في حياتك يعني لما بقيتي ام كده؟ حسيتي بايه؟ اولا بعت العربيه السي ار اكس الهوندا، فاكرها السبور الخضراء. أيوة. اللي كنت امشي في اي حته انا معروفه انا فين. دي اول حاجه لانها تو سيتس ما ينفعش. ما كانش في حد بيعمل كده يعني، كان قليل لما تلاقي بنت عندها عربيه بالشكل ده. لا ده والشعر اللي بيطير بقى والحاجات دي. لما بابا رحنا خدنا العربيه من الاجانس، خلي بالك هي كان قدامها 6 شهور وتونت يعني، انا مستنياها زمان. كان في اوتو كار دي مجازين مجله تحجز فينها؟ لا مجله كده وتقعد تعرف اخبار العربيات وتشوف وبتاع. جبتها وقعدت مستنياها 6 شهور وعرفنا انها في الاجنس الفلاني في الحته الفلانيه، وخدت بابا ورحنا. وكان في الحمراء والخضراء، خضراء الميتاليك دي فظيعه يعني، كان لون جديد في التسعينات بشكل مريع يعني. وانا اهلاويه وبابا اهلاوي، بابا اخد الحمراء ولا الخضراء؟ قال لي الخضراء طبعا لانها جديده مختلفه، الاحمر كتير رغم انه اهلاوي. بص وفعلا وانا بقى ايه، بابا ركب جنبي وانا طالعه، يا بنتي حرام عليكي
يا بنتي هيجيلي القلب وانا ما بجريش، بس هو يا حبيبي مش بتاع جري زي انا دلوقتي فريده اما تيجي مثلا ايه تسوق يا حبيبتي، بس هي ما بتجريش، بس هو فعلا احساسك وانت راكب جنب حد مش ممكن، عيالك مش اي حد، عيالك خايف عليك. انت مش متخيل ان دي كبرت وبتسوق.